السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا شباب. النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى هندرس الـ Axis Lists Fundamentals، أو فيما يسمى بالـ Axis Control Lists Fundamentals. تعال نشوف هناخد إيه النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى. الـ Objectives بتاعة المحاضرة دي هتنقسم إلى 4 أجزاء، تمام؟ أو زي ما إحنا قلنا كده 5 محاور بإذن الله سبحانه وتعالى هنلعب عليهم النهاردة. اول حاجه هناخد الاكسس ليست تقدر تفيد يعني وجود الاكسس ليست ايه فايده الاكسس ليست ايه هي الاكسس ليست وايه فايدتها في اي نتورك انفراستراكشر. تاني حاجه هندرس المين كومبوننتس بتاعت الباكت. لو انا عندي باكت او اي بي في 4 او اي بي في 6 باكت، ايه الكومبوننتس بتاعتها؟ وزي مثلا السورس اي بي، ديستنيشن اي بي، سورس ماك، ديستنيشن ماك، ايه الكومبوننتس بتاعت الباكتس اللي الاكسس ليست بتستعملها، تمام؟ دي تاني حاجه ان شاء الله هندرسها. تالت حاجه ازاي الاكسس ليست تقدر تحل لك بعض مشاكل السكيورتي او بعض التركات او التريكس في السكيورتي الخاصه بالشبكه بتاعتك. ورابع حاجه ان شاء الله هناخد الاكسس ليست تايبس. تعالوا كده ايه نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا في الشرح المحاضره. بص يا سيدي، بيقول لك ان الاكسس ليست بتعتبر وسيله سحريه، وهي بالفعل كذلك، عشان تقدر تعمل بيها بعض الايه الحاجات. يعني هي بتفيدك كتول في تطبيقات كتير جدا زي الاكسس كنترول. يعني بمنتهى البساطه، انت لو عندك راوتر والراوتر ده متصل على سويتش، والسويتش ده متصل على شويه ايه اجهزه كمبيوتر، ممكن الراوتر ده لو مفتوح على راوتر تاني وذا وان لينك، والوان او الراوتر ده متصل بسيرفر، ممكن مثلا اوفر راوتر 1 او اوفر راوتر 2 تقول مثلا الراوتر 1 ان بي سي ان مثلا اي بيهات معينه مسموح لها ان هي تطلع على السيرفر اللي هو مثلا سيرفر 1، سيرفر 1 ومجموعه اي بيهات معينه دينايد بالنسبه لها، امنع يا راوتر 1 ان هي تطلع على ايه سيرفر 1. ده الايه الاكسس كنترول. ممكن مثلا اقول للراوتر 1 ان مثلا بي سي 1 مسموح له انه يطلع يعمل تيلنت على ار 2، بي سي 2 مش مسموح له يعمل تيلنت على ار 2 على الاي بي ده، تمام؟ فده الايه الاكسس كنترول. النات، ايه هو النات؟ النات هو عباره عن نتورك ادرس ترانزليشن، اختصار للنتورك ادرس ترانزليشن. الاكسس ليست بتساعدني جامد جدا في موضوع النات، وبتستخدم مع سيسكو بنسبه 100% لو انت عايز تعمل اوفرلود نتنج. والقصه بتبدا بان انت بيبقى عندك الراوتر بتاعك طالع على الايه؟ على الاي اس بي، تمام؟ والراوتر كونكتد على اللان مثلا بي انا عندي بي سي مثلا موجوده في اللان دي، افترض اللان دي 10.0.0.0/A24. افرض الراوتر هنا واخد مثلا بوينت 1، واوفر وان لينك واخد مثلا اي بي 41.1.1.1، تمام؟ طيب كلام جميل. النت هو اني وخصوصا النت او فيما يسمى بالبات او النت اوفرلود، هو من الاخر ان وده اللي بيستعمل عندنا على فكره. يعني اغلب اليوزرز المتصلين على الانترنت الراوترات او الجيت ويز بتاعتهم بتعمل القصه دي. هو من الاخر النت ان انا البي سي اللي عندي لما بيطلع باكت بيطلعها من سورس اي بي مثلا، هفترض البي سي ده العنوان بتاعه دوت 3، فبيطلعها من 10.0.0.3 الى ديستنيشن اي بي. افرض مثلا البي سي ده عايز يروح ل سيرفر فيسبوك، وافترض ان سيرفر فيسبوك الاي بي بتاعه 1.1.1.1، فالبي سي عايز يروح لدي اي بي، لديستنيشن اي بي 1.1.1.1، تمام؟ الراوتر لما يجي بيستلم الباكت دي بيغير السورس اي بي هيدر بتاع الباكت، بدل ما الباكت وكانها طالعه من 10.0.0.3 بيبقى وكانها طالعه من 41.1.1.1. ليه الموضوع ده؟ قال لك لان الـ زي ما احنا خدنا في محاضره الاي بي في 4 ادريسنج، تمام؟ قلنا الرينجات البرايفت ادريسز ال 10.0.0.0 ال 10.0.0 ال 10.255.255.255 ال 172.16.0.0 ال 172.31.255.255 من 192.168.0.0 ل 192.168.255. الرينجات البرايفت دي دينايد عليها، او من الاخر ما ينفعش تطلع على الانترنت. يعني ما ينفعش تلاقي باكت على الانترنت سورس فروم او ديستنيشن ديستند تو برايفت اي بي، تمام؟ طبعا النت ده يعني القصه دي بتحصل ليه؟
من الاخر كده خد ده مثال عندك، لو انت مثلا عندك الراوتر ممكن برضو يكون في راوتر في سايت تاني خالص ومتصل مثلا ب 41 دوت 1 دوت 1 دوت او 41 دوت 1 دوت 2 دوت 2 تمام، والراوتر ده برضو كونكتد على لوكال نتورك، واللوكال نتورك دي برضو الاي بي بتاعها 10.0.0.0/24، فالراوتر هنا واخد اي بي برضو دوت 1 والبي سي ده واخد برضو دوت 3. لو البي سي ده برضو عايز يطلع لجوجل للفيسبوك هيطلع ازاي؟ هيطلع برضو بسورس اي بي 10.0.0.3 على ديستنيشن اي بي 1.1.1.1، اكيد مش هينفع لان البي سي ده هتيجي تطلع، لو الراوتر ده طلع الباكت للاي اس بي او الانترنت انفراستراكشر للفيسبوك بالسورس اي بي زي ما هو 10.0.0.3، طب وده برضه لو طلع 10.0.0.3 هيعمل لي كومبليكت تمام. فطبعا انا كل الراوتر بقى عندي مثلا ار 1 هنا او اللي في سايت 1 هيعمل ايه؟ هيغير السورس اي بي وكأن الباكت طلع من 41.1.1.1 تمام، والباكت اللي على راوتر الار 2 هيعمل برضو الباكت وكأنها طالعه من ايه؟ من 41.1.2.2 تمام. فتبقى التو باكتس رايحين في الانترنت لنفس السيرفر بس سورسد فروم ايه؟ ديفرنت اي بيز. واضح ده الايه؟ ده النت. طبعا الـ ممكن برضو لو جهاز تاني برضو هيطلع نفس الاي بي بتاع الراوتر، جهاز تالت في نفس الشبكه دي يطلع برضو على ايه؟ نفس الاي بي بتاع الراوتر. طبعا هتقول لي هنا يا باشمهندس طب هو الراوتر هيفرق يعني الفيسبوك ده هيجي له كده كذا باكت جايه له من ايه؟ من كده من سورس اي بي واحد صح؟ هيفرق ما بينهم ازاي؟ هقول لك بالسورس بورت. هتقول لي مش فاهم، اقول لك لا استنى بقى للايه؟ محاضرات النت هنشرح الايه القصه دي كلها. الاكسس لسه بيستعمل هاند باي هاند مع النت، خصوصا النوع بتاع النت اللي هو البات اللي هو ايه؟ بتاع البورت ادر فيما يسمى بالبورت ادرس ترانزليشن تمام. ده طبعا لاني عشان اعمل الكونفيجريشن على ار 1 النت لازم الاول اعمل اكسس ليست تجمع الشبكه اللي انا عايز اعمل لها تحويله، اللي انا عايز احول الباكتس اللي خارجه سورس فروم الشبكه دي، فلازم اجمعها في ايه؟ في اكسس ليست. طبعا الاكسس ليست بتستعمل زي ما احنا قلنا هاند باي هاند مع النت. كذلك الكواليتي اوف سيرفيس، ان انا ممكن بمنتهى البساطه لو عندي سويتش واصل، ده طبعا ايه في الفيلانز بقى، لو عندي سويتش مثلا واصل عليه بي سي في فيلان 10 واي بي فون في فيلان ايه 20، ممكن اخلي الراوتر تمام يدي برايوريتي اعلى للاجهزه اللي جايه من فيلان 20 تمام، واقدر احدد الاجهزه اللي جايه من فيلان 20 بواسطه السبنت ماسك بتاعتها او بواسطه النتورك اي بي بتاعتها، وده طبعا بيتم برضو عن طريق الايه الاكسس ليست، اقدر ادي برايورتي اعلى للاي بي فونز اوفر البي سيز. فبالتالي لو اللينك بالتالي لو في زحمه عند الراوتر تمام في الوان لينك اللي خارج الى مثلا الاي اس بي، لا هقول له لا ادي برايورتي للباكتس بتاعت الاي بي فونز اللي هي تعدي قبل الداتا بتاعت الاي ال بي سيز الموجوده عندك. ده الايه الكواليتي اوف سيرفيس، واستخدامه برضو مع الاكسس ليست، برضو بستخدم الاكسس ليست بان انا بحدد بعمل اكسس ليست خاصه بكل شبكه، وبالتالي بعمل بقى ايه مفاضله ما بين في تبع للبريورتيز على الراوتر، وده الكواليتي اوف سيرفيس. وبالتالي برضو الاكسس ليست يستخدم مع الايه الكواليتي اوف سيرفيس. الديماند دايل راوتنج، الديماند دايل راوتنج برضو استخدامه مع الاكسس ليست، يعني هو ككونسبت بسيط لكن استخدامه على الاكسس ليست معقد شويه وهو مش عليك تمام. هي تقنيه كانت موجوده زمان، يعني ان انا من الاخر ديماند دايل راوتنج لو انا عندي مثلا ده سايت 1 تمام وعنده هنا الراوتر، كان الراوتر ده يقدر يكونكت على البي اس تي ان اللي هو البابليك سويتش تليفوني نتورك سنترال يعني بكابل تليفون تمام، والبي اس تي ان برضه متصل براوتر، والراوتر ده متصل برضه على الاي السكند سايت او سايت 2، وبواسطه الكونكشن ده انا كان ممكن اربط التو سايتس دول ببعضهم اوفر البي اس ان. ده ديماند دايل راوتنج بس بايه؟ بس بصيغه مبسطه شويه. كان برضو عشان اقدر اخلي الراوتر ده يربط مع الراوتر ده فكنت محتاج اتل كل راوتر من دول مثلا ار 1 وار 2، لازم اقول له برضو لار 1 انت هتربط الشبكه او ايه الشبكه اللي انت هتربطها مع الشبكه المتوصله عند ايه؟ عند ار 2، وده برضو بيتم باستخدام الايه الاكسس ليست. ده الديماند راوتنج. البوليسي راوتنج اند راوت فلترنج، البوليسي راوتنج ده ان شاء الله هناخده في السي سي ام بي بتعمق كبير جدا، ولكن البوليسي راوتنج تكنيك
او في ما يسمى بالبوليسي بيست راوتنج، البي بي ار. ده تكنيك عالي جدا في سيسكو. ممكن مثلا بمنتهى البساطه كده، يعني مثلا انا دلوقتي عندي ايه راوتر اهو، تمام، وانا عندي مثلا سويتش، والسويتش هنا واصل على 2 بي سيز. اوكي، انا ممكن بمنتهى البساطه البوليسي راوتنج عامل زي الاكسس ليست، يعني برضو ايه، انا عشان ايه مش عايز برضو ادخل لك في العمق قوي لان الموضوع هيلخبطك، الموضوع محتاج شرح تفصيلي قوي يعني، بس انا هحاول ايه اديك القشور اللي هتفهمك. البوليسي بيست راوتنج زي الاكسس ليست، تمام، هو زيه، واضح. ولكن يعني البوليسي بيست راوتنج ده بيعمل ماتشنج. ماتشنج يعني ايه؟ انا مثلا عايز اقول للراوتر، راوتر 1، يا راوتر 1 الاي بي اللي هو 10.0.0.2 اللي هو البي سي ده، تمام، انا عايز يخرج عن طريق اي اس بي 1، تمام، والاي بي اللي هو 10.0.0.3 انا عايز يخرج عن طريق ايه، اي اس بي 2، تمام. فانا من الاخر محتاج احط ال 10.0.0.2 ده في بوليسي راوتنج، وال 10.0.0.3 دي بوليسي راوتنج تانية، تمام. والبوليسي راوتنج الرقم واحد اللي فيه 10.0.0.1 اعرفها عند راوتر 1 واقول له خد البوليسي راوتنج دي طلعها على اي اس بي 1، واقول له برضه خد البوليسي راوتنج 2 طلعها عند ايه، اي اس بي 2. طب انا بحدد الاي بي ده او ده جوه البوليسي راوتنج برضه باستخدام الايه، الاكسس ليست، وبرضه بستخدم برضه في الراوت فلترنج. الراوت فلترنج يعني انا من الاخر ممكن اقول للراوتر الاي بي 10.0.0.2 مسموح له ان هو يطلع على بورت 80.443 فقط. يعني يا راوتر لو جات لك اي باكت سورسد فروم 10.0.0.2 رايحه على بورت او رايحه على اني اي بي ادرس، بس رايحه على ديستنيشن بورت 80.443، اسمح له ان هو يطلع عادي جدا برضه ثرو اي اس بي 1. طب لو 10.0.0.3 طلعت على 80 او 443 او بورت مثلا 23 بتاع التلنت، او بورت 22 بتاع الاس اس اتش، اسمح برضه بخروج 10.0.0.3. طب افرض 10.0.0.2 راحت الى ده الراوت فلترنج، خلي بالك الراوتر بيفلتر الباكت، تمام، يشوف الباكت دي رايحه على ديستنيشن بورت ايه، اما يسمح او اما يمنع. طب بقول الراوتر برضه راوتر 1 لو بقى 10.0.0.2 رايح على اي ديستنيشن بورت غير المحدده دول 80.43، اعمل دناي للباكت لو جايه ايه من 10.0.0.2. طيب ويا راوتر 1 لو انت عندك باكت جايه من 10.0.3 رايحه على اي بورت، رايحه على الديستنيشن بورت غير المحددين دول، اعملها برضو ديناي، ده الراوت فلترنج. فدي استخدامات الايه، الاكسس ليستس. بعض الابلكيشنز خلي بالكم من الاخر يا شباب، الاكسس ليست بيخلي الراوتر يشتغل كايه، كفاير وول، تمام، لان هو بيعتمد على سطور البيرميت وبيعتمد على سطور الديناي، تمام. فمن الاخر الاكسس ليست بتخلي الراوتر بدل ما يسبورت اب تو لاير 3 بتخليه سبورت اب تو لاير 4. ليه؟ لاني بجبر الراوتر على فهم وقراءه الهيدرز بتاعت الباكت في لاير 4 اللي هي السورس بورت والديستنيشن بورت، كما سيكون موضح في السلايدز القادمه. طيب كلام جميل. بص يا سيدي بقى، الاكسس ليست الميكانيزم بتاعتها شغاله ازاي، تمام. بص يا باشمهندس، الباكت لازم يكون متعرف فيها، تمام. لو انا عندي من الاخر بي سي حلو كده رايح على سويتش ورايح على ايه راوتر، والراوتر ده رايح على ايه اي اس بي، والاي اس بي ده رايح على الفيسبوك مثلا، تمام. فالراجل الطيب ده عايز يبراوز على الفيسبوك، حلو، هفترض ان الاي بي بتاع الفيسبوك 1.1.1.1، وهفترض ان الشبكه الداخليه 10.0.0.0/A24، وهفترض ان عنوان الراوتر هنا بوينت 1 والبي سي هيكون هنا ايه بوينت ايه بوينت 2. نرسم راوتر ابن ناس، ابن ناس شويه اهو، ادي راوتر اهو عظيم. طيب البي سي لما يجي يطلع باكت، الباكت بتكون الهيدرز المهمه واللي بيستعملها الاكسس ليست هي ايه. تعال نفتح الايه، تعال نفتح الوايت شيت، تمام، ونشرح القصه دي. المفترض البي سي بيبعت باكت بيحدد فيها ادي الداتا، وبعدين الداتا بتنزل على لاير الايه، الترانسبورت، تمام. لاير الترانسبورت بيحدد انت هتشتغل تي سي بي ولا دي بي. افرض الراجل ده عايز يخش على بورت 80
عايز يروح على HTTP على اف على الفيسبوك، فهو يستعمل ايه؟ HTTP، تمام، بروتوكول HTTP. وال HTTP ده تمام بيشتغل ايه؟ TCP. طيب السورس بورت كام والديستنيشن بورت كام؟ قلنا ان البي سيز بتطلع على بورتس بتتراوح من 1025 الى 65535. فافترض ان الراجل ده هيطلع مثلا من سورس بورت 1050، ده راندوم بورت، الويندوز هو اللي بيختاره راندوملي، تمام. طيب رايح بقى البي سي على ديستنيشن بورت كام؟ المفترض رايح على ديستنيشن بورت 80، لان ده الديستنيشن او البورت الخاص بالاتش تي تي بي. حلو قوي كده، تمام. بعدين هينزل عند لاير 3، تمام، وهيحدد بقى السورس اي بي. كل ده داتا لسه عند البي سي، تمام، والديستنيشن اي بي. السورس اي بي هيكون كام؟ عنوان الجهاز اللي هو 10.0.0.2، والديستنيشن اي بي هيكون كام؟ 1.1.1.1. حلو، ما تكمليش للسورس ماك والديستنيشن ماك، مش محتاجها، تمام، لانها الاكسس اساسا ما بيستخدمهاش. حلو، طيب هسالك سؤال محوري، تمام، تعال اعرفك على كونسبت اسمه الان باوند والاوت باوند، تمام. حلو، الان باوند انا عندي الايه البورت اهو، لو الداتا دخلت جوه البورت يبقى هي ايه؟ يبقى هي ان باوند. طيب اما لو الداتا خرجت اوت اوف ذا بورت، خرجت ايه؟ اوت اوف ذا بورت، يبقى هي ايه؟ اوت باوند. طب هفترض ان البورت الداخلي ده فص ايثرنت 0 سلاش 0 والبورت الخارجي سيريال 0 سلاش 0، ممكن تقول لي فاست ايثرنت 0 سلاش 0، تمام، في اللحظه اللي البي سي بيبعت فيها باكت اتش تي تي بي ديستند تو الفيسبوك سيرفر، هل الانترفيس دي تعتبر ان باوند انترفيس ولا اوت باوند انترفيس؟ هتقول لي المفترض يا باشمهندس الداتا بتمشي كده 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 كده، المفترض داخله في البورت فتعتبر ايه؟ ان باوند. يبقى فاست ايثرنت 0 سلاش 0 هتعتبر ايه؟ ان باوند. عظيم جدا. طيب السيريال 0 سلاش 0 هتعتبر ايه؟ اوت باوند ولا ان باوند؟ المفترض ده بتقول لي يا باشمهندس ده هتخرج منها الداتا ديستند تو الاي اس بي، فالمفترض دي تعتبر ايه؟ اوت باوند. عظيم، كلام جميل جدا. انا بقى عايز اقول لك الاكسس ليست بتعتمد على ايه. انا عندي على راوتر 1 ممكن اقول لراوتر 1 ده with the access list، تمام، اكتب له الاتي access list access list، تمام، 101، دي رقم access list، تمام كده 101. permit انا عايز اقول له permit، تمام، اي بي، لا بيرميت بقى تي سي بي، تمام، اسمح بالكونكشن التي سي بي اللي طالعه من البي سي اللي هو 10.0.0.2، اللي الوايلد كارد ماسك بتاعه المفترض هيكون ايه؟ هيكون 255 255 255 255، صح؟ هقول لك حاجه، هو انت لو عندك اي بي شبكه على سلاش 24 الورد كده الماسك بتاعه كام؟ هتقول لي 0.0.0.255. طب انا عايز اقول لك بقى، لو انا عندي عنوان البي سي، عنوان البي سي ده المفترض السبنت ماسك بتاعته كتحديد بالنسبه لار 1 هتكون ايه؟ مش هتكون سلاش 24، هتكون سلاش 32. يعني معنى ان انا بكتب 10.0.0.2، ال 255 دي معناها ان انا بقول للراوتر بص على ده، بص على الاوكتت الاول، 255 الثانية بص على الاوكتت الثاني، الثالثة بص على ايه؟ الاوكتت الايه؟ الثالث، ال 255 الرابع بص على الاوكتت الرابع، تمام؟ فانا عايزه يبص يسبيسي، يعني ايه؟ بحدد بالنسبة للار 1 ده الاي بي ده بحد ذاته، تمام؟ تمام، بيرمت تي سي بي اللي جاي من الاي بي ده، ده مش اي بي شبكة، ده اي بي جهاز، تمام؟ اللي رايح الى اني، تمام؟ وبعدين هكتب اي كيو 80. ايه معنى السطر ده؟ طب تخيل بقى لو انا جيت كتبت السطر ده برضو اكسس ليست، تمام، 101 بيرميت، لا هنا بقى بدل البيرميت هكتب ديناي. عظيم، هكتب ايه؟ ديناي تي سي بي اللي جاي من 10.0.0.2 على ورق كمان ماسك اهو الى اني اي كيو 443. حلو، وبعدين هروح الى انترفيس فاست ايثرنت 0 سلاش 0 وهكتب امر اسمه اي بي اكسس جروب، تمام، ان. تعال نبص بقى القصه هنا بايه. على فكره دي كونفيجريشن الاي او اس الكومنتس بتاعت الاكسس ليست، تمام،
لو انا من الاخر تقدر لو بصيت للاوامر دي تقول لي هو ايه اللي هيحصل، تعال انا اقول لك ايه اللي هيحصل. تمام، انا من الاخر قلت الراوتر 1 حلو كده اكسس ليست 101 بيرميت تي سي بي اسمح تمام بالاي بي ده انه يطلع على تي سي بي سيشن تو اني اي بي، تو اني اي بي يعني لو هيطلع على اني اي بي يعني ده المفترض السورس، والاني ده قايمه محل الايه الديستنيشن. تمام حلو، لو الاي بي ده طالع على ديستنيشن اني ديستنيشن اني اي بي على ديستنيشن بورت 80 تمام كده اسمح بالايه، اسمح بالكونكشن ده. وبعدين قلت له لو جات لك كونكشن طالع من 10.0.0.2 على اني اي بي برضه تي سي بي تمام على بورت 443 اعمل لها ديناي. حلو، قلت الراوتر وانا اهو. حلو، قلت له سطرين يعملهم، قلت له تو اكشنز يعملهم. حلو، لو انا وقفت لحد كده راوتر 1 مش هيم، لو مثلا هتسالك سؤال لو البي سي ده عايز يطلع على فيسبوك بس اتش تي بي اس يعني 443 هيطلع ولا لا؟ طلعت ليه لا مش هيطلع، ليه؟ لان انت يا باشمهندس من تحت عملت له ديناي. ليه؟ هقول لك حاجه، بص بقى يا سيدي تمام، تعالى خد مثالين. ادي المثال الاولاني، لو البي سي ده طالع على بورت 80 على الاربع وحايد تمام، هسالك بقى سؤال، بص الراوتر هيعمل ايه؟ هياخد الباكت ويقارنها بالاكسس ليست اللي هي 101 دي تمام، هل هي تي سي بي؟ اه دي تي سي بي فعلا تمام. السورس بورت 1050 تمام، الديستنيشن بورت كام؟ 80. هل هنا فعلا 80؟ ايوه 80 تمام. السورس اي بي 10.0.0.2، هل فعلا 10.0.0.2 متحدد هنا كسورس اي بي؟ اه فعلا. طب الديستنيشن اي بي اربع وحايد، هل هو ينتمي للاني؟ اه ينتمي للاني. اذا الباكت دي بتطابق الاكسس ليست اللي في فيرست لاين ولا لا؟ اه بتطابقها. هنا هيعمل بقى يقرر هو مكتوب هنا بيرميت ولا ديناي، هنا مكتوب بيرميت فيعدي تمام. حلو، طيب افرض بقى رايح على ديستنيشن بورت، رايح على بروتوكول اتش بي اس، رايح على ديستنيشن بورت 443، ده بقى المثال الثاني. حلو، هيعمل ايه؟ هيقارن. طيب 10.0.0.2 ادي ده السورس صح تمام، طالع على ديستنيشن بي 4 وحايد اني، اه فعلا ده اني ديستنيشن بورت، ديستنيشن بورت 443 اه ده بص بيطابق ازاي ما بين الباكت وما بين السطر تمام. حلو، هيعمل بقى حلو قوي بقى، اذا الباكت دي تطابق السطر الثاني هيعمل لها بيرميت ولا ديناي؟ لا هيعمل لها ديناي. هوب، يقوم البي سي ده لو طالب اتش تي بي اس بالباكت دي هتتعمل لها ديناي مش هتعدي. بس خلي بالك لابد من تطبيق، انت كده كريت الاكسس ليست لكن ما طبقتهاش، ما خليتش الراوتر يطبقها تمام. فلذلك لازم تروح للانترفيس، مثلا انا رحت هنا انترفيس باص 2.0.0 كتبت ايه؟ اي بي اكسس داش جروب ان تمام. الان دي معناها ايه؟ ان باوند، يعني طبق يا راوتر 1 الاكسس ليست دي اللي هي 101 اي بي اكسس جروب، المفترض اكتب كده اكسس جروب 101 ان، يعني بقول للراوتر طبق الاكسس ليست ال 101. هي ال 101 الاكسس ليست ال 101 دي كام سطر فيها؟ المفترض سطرين. انا عايزك تطبقها على الباكتس اللي جايه في اتجاه فصل ايثرنت 0.0 اللي داخله الى فصل ايثرنت 0.0. ها هل كده عرفته؟ يبقى انا كده محتاجك تعرف شويه حاجات، ازاي الراوتر لو عنده اكسس ليست بيستخدم الهيدرز بتاعت الباكت في مطابقتها للاكسس ليست ولا لا؟ يعني ممكن الباكت دي لو مطابقه لمواصفات الاكسس ليست اللاين مثلا، ده هنسمي ده مثلا لاين 1 واللي تحت ده لاين 2، لو الهيدرز دي مطابقه لاين 1 هيعمل لها او بيرميت، هيعمل لها بيرميت او ديناي، لو هي مطابقه هيعمل لها بيرميت او ديناي حسب الموجود في السطر. هنا معمول بيرميت اذا يطلع تمام. طيب لو معمول لها، لو هي مثلا مش مطابقه لاين 1، هل الهيدرز اللي هنا مطابقه لاين 1؟ خلي بالك كده الراوتر يجي يبص ايه ده ديستنيشن بورت هنا 80 واللي موجود في الباكت اكشوالي 443، يبقى اذا الايه الباكت لا تطابق اول سطر، يلا تعالى انزل على ثاني سطر تمام. اه دي بتطابق فعلا، ادي البورت اهو 443، ادي فعلا اني ديستنيشن اي بي اني، ادي اهو جاي من 10.0.0.2 اه تمام جدا بتطابق، عمل دي بيرميت ولا ديناي؟ او ديناي، هوب يعمل ديناي للباكت ما يعديهاش تمام. فالفكره اللي انا عايز اقولها لك عشان تبسط المفهوم، انا عملت اكسس ليست قصادك اهو كده كريت، ثم طبقت وعلمتك بعد ما بكريت وبطبق، ادي باكت جايه في اتجاه فصل ايثرنت 0 للزيرو، الراوتر بيطبقها ازاي بالاكسس ليستس اللي موجوده اللي انا بطبقها على الباكتس اللي رايحه في اتجاه الايه الانترفيس الفصل ايثرنت 0 للزيرو. اتمنى تكون الايه الجزئيه دي تكون اتفهمت تمام. عظيم جدا 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 الكلام ده. فاحنا تعالى نبص بقى على السلايد بعد الشرح المفصل ده، هنا بيقول لك ايه؟ هنا بيقول لك
ان اكسس. بيقول لك هنا مين باكت كومبوننتس ار ايه، بروتوكول، هل هي مثلا اتش تي بي اتش بي اس، طب هل هي دي ان اس مثلا، دي ان اس كلاينت يعني يو دي بي، الكلام ده، سورس بورت، ديستنيشن بورت، سورس اي بي، ديستنيشن اي بي، تمام. دي فعلا الهيدرز الاساسيه بتاعت الباكت. بيقول لك هنا الاكسس ليست بتعمل الوظيفه بتاعتها، داز اتس جوب باي ان تو ويز، تمام، ماتشنج ذا باكت. دلوقتي اهو شفت اما كنت بقول لك هو هي عايز يشوف هي الباكت دي مطابقه لاني سطر، تمام. اسالك سؤال، مش انا رحت تحت الفصل 8.0.0 وقلت الراوتر يا راوتر فلتر الباكتس اللي تبع للاكسس ليست اللي اسمها 101؟ تقول لي اه. اقول لك طب مش الاكسس ليست ب 101 دي اللي هي سطرين؟ تقول لي اه. اقول لك مش الباكت دي جايه في اتجاه انباوند فصل 8.0.0؟ هتقول لي اه. اذا هيطابقها ب 101 ولا لا اللي انت لسه معرفها؟ هتقول لي اه. هقول لك اذا هيطابق بقى الباكت دي، هل بتطابق اول سطر في المية في الاكسس ليست اللي هي 101 ولا تاني سطر؟ فهنا بيعمل ماتشنج ذا باكت، ثم بعد ذلك بيعمل بيرميتنج اور ديناينج ايه ذا باكت، تمام. هنا بيقول لك اكسس ليست نيدز تو بي ابلايد اون ان انترفيس. Once it's applied, if a packet goes through that interface based on your access list، لو الباكت رايحة عبر الانترفيس بتاعك حسب الاكسس ليست بتاعتك، they are be checked from top to bottom and stops at the line that matching the packet criteria، تمام. يعني ايه؟ زي ما انا قلت لك الراوتر راح قارن الباكت باول ايه، قارن الباكت بايه، باول سطر، تمام. لو ما لقى يعني دايما الراوتر كده، بصوا يا شباب تاني نقول تاني، الباكت جايه انباوند، انا عرفت اكسس 101 اللي فيها سطرين، تمام، وبعدين رحت الراوتر وقلت له الباكتس اللي رايحه في اتجاه فاصل ايثرنت 0/0 في اتجاه يعني انباوند، اعمل لها فلتر عن طريق الاكسس ليست 101، يعني شوف هل هي بتطابق اكسس ليست 101 ولا لا، ولو واللي بيطابق منها نفذ اللي جوه السطر بتاعها. المهم فجت باكت في اتجاه فعلا فاصل ايثرنت 0/0 رايحه على ديستنيشن بورت 443 سورس فروم 10.0.0.2، تمام. فالراوتر بيطابق الباكت دي بايه؟ باول سطر، لقى ان هي ما بت... ب... ب... مش بتطابق اول سطر، ينزل للسطر اللي تحته، تمام. لقى ان هي مثلا ما بتطابقش، ينزل للسطر اللي تحته، ينزل للسطر اللي تحته، وهكذا، تمام. في هنا بقى ملحوظه عايز اقولها لك خطيره جدا جدا جدا، تمام. ايه هي؟ قال لك يا باشا ان اي اكسس ليست انت بتكريتها بيكون فيه في السطر الاخير هيدن لاين اسمه اكسس ليست، هيكون هنا اكسس ليست 101، تمام، ديناي اي بي اني بيسموه الامبليسيت ديناي، اكسس 101 ديناي اي بي اني اللي هو الامبليسيت ديناي. اي باكت كده يعني من الاخر كده، افرض مثلا في باكت جايه من 10.0.0.3 رايحه على ديستنيشن بورت 443، ورايحه على، انا اسف، رايحه من سورس اي بي 10.0.0.3 رايحه على ديستنيشن اي بي 41، رايحه من سورس بورت 1050 ديستنيشن بورت 443، عظيم. افرض الباكت دي رايحه وفعلا هي جايه في اتجاه الايه، يعني باكت بتاع الجهاز هنا مثلا واخد دوت 3، حلو. افرض الباكت دي رايحه في اتجاه راوتر 1، فالراوتر هي ايه، هيقارن هو دلوقتي هي رايحه في اتجاه مين، فاصل 8.0.0، فالراوتر يروح يشوف هل فاصل 8.0.0 متعرف جواها باكت اكسس ليست. اه ده فعلا متعرف جواها اكسس ليست اللي هي 101. طب انا بقى الراوتر بيقول طب ماشي اوكي، طب ال 101 دي هفلتر الباكتس اللي داخله للفصل 8.0.0 بالاكسس ليست 101 ولا اللي خارجه من فصل 8.0.0؟ لا، اما كتبت ان يعني كده بقول للراوتر 1 ايه، ان فلتر الباكتس اللي داخله لفصل 8.0.0 بالاكسس ليست اللي هي 101. خلي بالك اما اقصد باكسس ليست يعني اقصد ليست، في ليستة فيها ستور، تمام كده. فيقارن بقى باللاينز بتاعت الاكسس ليست اللي هي 101، عظيم. فانا عندي الباكت اهي، تمام، هيقارنها باول واحده، هل بتطابق؟ لا مش بتطابق، ليه؟ في ميس ماتشنج في السورس اي بي، يعني 10.0.0.2 ولكن اللي فوق 10.0.0.3 على الباكت، هوب يعمل فولس، يبقى كده اول سطر مش معايا. طب تاني سطر ده برضه سورس فروم 10.0.0.2، اذا هوب فولس، تمام. هتيجي الباكت تنزل عند مين؟ تنزل تحت خالص، حلو كده، اللي هو اكسس ليست 101 ديناي اي بي اني اني، حلو. طيب هل السورس اي بي ده بينتمي للاني؟ هتقول لي اه. طب هل الديستنيشن بي ينتمي للاني؟ هتقول لي اه. طب هل الباكت بالسورس بورت والديستنيشن بورت دول اصلا تابعين لاي بي بروتوكول، اي بي في 4 بروتوكول؟ هتقول لي اه. اذا هيطبق عليها الايه؟ الديناي. اه خلي بالك سطر الامبليسيت ديناي اللي في الاخر ده خالص، فلو انك سمحت، لو انت عايز تسمح مثلا البي سي انه يطلع على سيرفر معين على بورت 80، تمام، حلو كده، فخلي بالك ان انت لو سبت الاكسس دخلت سطر
وقلت مثلا انا هسمح لل 10 جيجا دي 2 اللي هو يطلع على مثلا 4 واحد على بورت 80، وجيت وقفت وجيت وقفت. لو انت لقيت اي بي سي تاني، اي بي سي تاني مش عارف يطلع على الانترنت ولا على اي حاجه. ليه؟ لان كل البي سيز هتبعت الباكت ان تو فاست ايثرنت 0 ان باوند، وهيقررها 101. طب 101 ما فيهاش الا سطر واحد بس يسمح بال 10 جيجا دي 2 اللي هو يروح على 4 واحد على بورت 80. فالمفترض هينزل ايه؟ هينزل السطر اللي تحته الهيدن اللي انت ما بتشوفوش اللي هو الامبليسيت ديناي. فكل البي سيز هوب هتقوم ايه؟ مش عارفه تطلع الانترنت، صح؟ فانت بالتالي خلي بالك من سطر الامبليسيت ديناي الموجود هنا. بص بيقول لك ايه؟ اني اكسس ليست ماست بي هافينج ا هيدن لاين كولد ايه؟ امبليسيت ديناي، اللي هي معناها ديناي اول، تمام؟ which is located at the bottom of the access list. هتقول لي يا باشمهندس طب هنحل القصه دي ازاي؟ هقول لك ان شاء الله قدام في المحاضره دي او المحاضره التطبيقيه هنشوف ان احنا هنحل مشكله الامبليسيت ديناي دي ازاي. المهم ان احنا هنا عرفنا ان الكومبوننتس بتاعت الباكت الرئيسيه البروتوكول سورس بورت ديستنيشن بورت سورس اي بي ديستنيشن اي بي، والاكسس ليست. الاكسس ليست بيكون فيه مجموعه من اللاينز وبتطبق على انترفيس في اتجاه معين. فلو الباكت رايحه في اتجاه معين على انترفيس، وانا كنت قلت الانترفيس ده لو جات لك باكتس في الاتجاه الامباوند مثلا طبق الاكسس ليست مثلا 101 زي ما انا عملت، فهيفلتر الباكت تبعا لللاينز بتاعت الاكسس ليست اللي هي بتاعت 101، تمام؟ وهيفلتر وهيطابق الباكت دي باللاينز اللي موجوده ازاي، لاين بير لاين ازاي. يعني الاكسس ليست هيشوف هل الباكت دي بتطابق لاين واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ازاي، عن طريق مطابقه السورس بورت عند الباكت بالسورس بورت عند الايه اللاين، بالديستنيشن بورت عند الباكت بالديستنيشن بورت عند اللاين، بالسورس اي بي عند الباكت بالسورس اي بي عند اللاين، وايه وهكذا. ده الايه الاساليب الماتشنج، يعني ده الطريقه اللي بيها الاكسس ليست يعمل ماتشنج للباكت. واما يقفش الباكت ويقول اذا دي مطابقه للسطر الفلاني، فالسطر الفلاني في احتمالين اما بيرميت او ديناي، فبيطبق هنا بيرميت او الدماغ. عظيم جدا جدا جدا. ده بقى خريطه كده، تمام؟ بيقول لك يوزنج اكسس ليست تو هاندل اول سكيورتي ايشوز. لو انا مثلا عندي اهو باكت فاوند انتري، في باكت رايحه انترفيس، تمام؟ هيشوف هل الانترفيس دي عليها اكسس ليست. طب نو اكسس ليست فاوند سند اي بي باكت. طب في لو في اكسس ليست فاوند، على حسب الاكسس ليست دي بتقول ايه، هسمح هعمل بيرميت فانا هبعت برضو الاي بي باكت، ولا هبعت ايه؟ وانا هعمل ديناي فهعمل دروب للباكت. دي الايه القصه بتاعت الايه الاكسس ليستس، تمام؟ تعالوا نشوف مثلا، عايزين ناخد برضو ايه شويه امثله، تمام؟ بس بعد اما نقرا الملحوظه المهمه دي. هنا بيقول لك اكسس ليست ماست بي ابلايد اون ان انترفيس، لازم تتطبق على انترفيس وذ ذا دايركشن اوف ذا ابلكيشن، تمام؟ لازم تراعي الاتجاهات بتاعتك، تمام؟ inbound ولا outbound. وانا بيقول لك ملاحظات مهمه بقى. It would be better for access lists to be applied as much as possible near the source object. تمام، دي هنشوفها وهنحس بيها قوي في اللابات. ان انت من الاخر لو انت عندك راوتر 1 متصل هنا براوتر 2، راوتر 2 متصل هنا براوتر 3، تمام؟ وراوتر 3 متصل هنا مثلا بسيرفر. فانا مثلا لو عايز اخلي راوتر 1 يمنع اتصال اي جهاز في الشبكه الداخليه بتاعته بالسيرفر ده على بورت 80 مثلا، ممكن اخلي راوتر 1 اعمل اكسس على راوتر 1 واطبقها ان باوند الفاست ايثرنت 0 سلاش 0 دي، صح ولا لا؟ تمام. او ممكن اعمل نفس الاكسس ليست بس اطبقها على السيريال 0 سلاش 0 بس ايه اوت باوند، صح ولا لا؟ تمام، ممكن اعملها هنا وبالتالي الراوتر 1 اعمل هنا الديناي، فالراوتر 1 هيوقف الباكت هنا، صح؟ او ممكن اخلي ار 2 اقول له ار 2 لو جات لك باكت ان باوند البورت ده او اوت باوند البورت ده اعمل له ديناي، لو ديستند لو سورس فروم الاي بي ادرس بتاع اللوكال نتورك اللي عند راوتر 1 ديستند تو البورت اللي هو بتاع بورت 80 اللي على السيرفر ده. ممكن يعني انا ممكن اطبق او امنع اتصال الاجهزه الموجوده في الشبكه دي على السيرفر اما على راوتر 1 او 2 او 3. بس المفضل بالنسبه لي ايه؟ فين السورس؟ السورس اوبجكت بتاعي فين؟ ده السورس اوبجكت بتاعي، صح؟ افضل شيء ان انا اطبق الاكسس ليست واعمل الديناي عند اقرب راوتر للسورس اوبجكت اللي هو ار 1. الاجابه ليه؟ اقول لك اصل افرض انا مثلا رحت عند ار 3 وقلت له امنع، فالباكت الداتا هتروح لحد ار 3 وبعد كده تتمنع، فانا كده عملت ايه؟ عملت يوتيلايزيشن، استخدمت اللينكات اللي ما بين راوتر 2 وراوتر 3 وراوتر 1 وراوتر 2 على الفاضي، صح ولا لا؟ اما لو خليت راوتر 2 هو اللي راوتر 1 هو اللي يمنع، فالباكت اصلا مش هتهلك الايه؟ الوان لينكس الموجوده عندي. ده اللي هو الايه؟
بيقول لك it would be better for excesses to be applied as much as possible near to the source object. بيقول لك always go from the most specific excess statement to the less specific excess statements. دي انا هشرحها في في التمرينات، يعني انا هحل معاكم شويه تمرينات يدويا manuals، تمام؟ في المحاضره دي وهنفهم بقى الحته اللي go from most specific excess statements to less specific excess statements دي هناخدها ان شاء الله. choose the direction wisely، اختار الدايركشن كويس جدا. with the consideration of the source and destination objects criteria، اعرف البورت اللي هتستخدمه، هتطبق عليه الاكسس سيستم باوند ولا اوت باوند. ولازم تراعي كتابه السورس اي بي والديستنيشن اي بي والوايلد كارد ماسكس بتاعتهم ايه بشكل كويس، تمام؟ لازم تراعي الاجزاء دي، تمام؟ عشان تعرف ايه تطبق الاكسس ليست صح معاك من غير ايه اي مشاكل. طب بصوا يا شباب، احنا فضلنا سلايد واحد بس، قبل ما نتنقل على السلايد الاخير ده تعالوا ناخد شويه تمرين. طيب هنعمل بقى ايه؟ ادي التوبولوجي بتاعتنا. انا دلوقتي عندي راوتر، الراوتر ده متصل ب سويتش، والسويتش ده متصل ب بي سي. ده مثلا هنقول ده بي سي 1، والبي سي اللي تحت هنقول ده بي سي 2، تمام؟ ده R1، R1 متصل على R2، تمام؟ R2 متصل ب برضو سويتش، والسويتش ده متصل بسيرفر. اوكي، هفترض ان الوان لينك اللي ما بين ار1 وار2 10.0.0.0/30، و ار1 هنا واخد بوينت 1 وار2 ده هنا واخد بوينت 2. والشبكه بتاعت الار1 هقول 192.168.1.0/24، و ار1 واخد بوينت 1، بي سي 1 واخد بوينت 2، بي سي 3 بي سي 2 واخد بوينت 3. وهفترض ان الشبكه بتاعت السيرفر 172.16.0.0/24، والسيرفر هفترض ان هو واخد بوينت 2.2، والراوتر هنا واخد بوينت 1. طيب هفترض ان الانترفيس الداخليه من راوتر 1 على الشبكه فصل 3.0/0، ودي تكون سيريال 0/0، ودي بتاعت راوتر 2 سيريال 0/0، ودي فصل ايثرنت ايه 0/0. طيب المطلوب منك قال لك ايه؟ قال لك انا عايز اسمح، تمام، ب بي سي 1، اوكي، اللي هو يكونكت على السيرفر، اوكي، على بورت 80 وبورت 443. يعني عايز اسمح بان بي سي 1 يخش على الويب ابلكيشن الموجود على الايه السيرفر ده. عظيم الكلام ده، كويس جدا. وقال لك بي سي 2، تمام، عايز اخلي بي سي 2 يدخل على بورت 22 وبورت 23 على السيرفر ده. عظيم، كلام جميل جدا، تمام. وبس كده، ده اللي ايه مطلوب منك، مع العلم ان R1 طالع برضو على R3، تمام، و R3 برضو هفترض كده، يعني عندي ايه وان لينك كده، وهفترض ان عندي هنا برضو سيرفر. مثلا ممكن نخلي ده سيرفر 1 وده هيكون سيرفر 2. هفترض ان الشبكه دي 172.16.1.0/24، ده بوينت 1 وده بوينت 2. هفترض الوان لينك اللي ما بين R1 و R3 هتكون 10.0.0.4/30، وده هيكون بوينت 5 وده هيكون ايه بوينت 6، تمام. طيب كلام جميل. قال لك انا زي ما احنا قلنا بي سي 1 عايز اخليه يخش على اس 1 على بورت 8443، وبي سي 2 يخش على بورت 22 23 على السيرفر ده، وكذلك عايز امنع الشبكه المتصله ب 1.0 دي اللي هتكونكت اصلا على سيرفر 2، تمام. طيب كلام جميل، نبدا هنا نكتب الايه، نكتب السطور او هنكتب اللاينز بتاعت الاكسس ليست، تمام. ممكن انفذ الاكسس ليست دي عند مين؟ ما ينفعش انفذها على ار2 ولا ار3. عارفين ليه؟ لان انا نفذتها على ار، انا لازم احط الاكسس ليست دي عند نقطه او عند راوتر بيعدي فيه الكونكشن من بي سي 1 لبي سي 2 الى سيرفر 1، وفي نفس الوقت بيعدي بيه الكونكشن من ايه، من بي سي 1 وبي سي 2 الى سيرفر ايه سيرفر 2، صح ولا لا؟ وراوتر 1 اللي بيحقق الجزئيه دي. يعني من الاخر انا ممكن اخلي ار2 يمنع
وصول بي سي 1 وبي سي 2 للسيرفر الا على بورتس 8043 43 22 23، ممكن اعمل دي، بس لازم ادخل اكسس لسه ثانيه عند ار 3 تمام، بحيث ان انا امنع وصول بي سي 1 وبي سي 2 الى ايه سيرفر 2 تمام. طب كلام جميل. فافضل حل طبعا ان انا بدل ما اوزع الاكسس ليست على راوترين اخليها على راوتر واحد، اللي هو ايه اخليها على راوتر 1 تمام، وتبقى اكسس ليست واحده بس او ليست واحده بس، وهكتب فيها اللاينز بتاعتي. طيب عند راوتر 1 هكتب ايه؟ هكتب اكسس ليست اوكي 101. هتعرفوا انا ليه بكتب الرقم 101 او 102 او 103 دي ان شاء الله في السلايد الجاي تمام. 101 انا عايز اعمل ايه بقى؟ هبيرميت بي سي 1 وبي سي 2، فانا عايز اقول له بيرميت تمام دي بورتس ايه؟ دي بروتوكول شغال على تي سي بي، فانا هقول بيرميت تي سي بي تمام من الهوست. ممكن اكتب، بصوا انا ممكن احدد الاي بي بتاع، ممكن اقول بيرميت تي سي بي 192.168.1.2 على وايلد كارد ماسك 4255، او ممكن بدل ما اكتب الجزئيه دي اعوض ال 1.2 على وايلد كارد ماسك 4255، اكتب من الهوست اللي هو 192.168.1.2 الى الهوست تمام، اللي هو السيرفر ده بعينه اللي هو 172.16.0.2 equal ها بورت كام؟ equal بورت 80. وبعدين اكرر نفس اللاين، هكتب برضو هنا اكسس ليست، انا عايز خلي بالك اسمح ببي سي 1 يكونكت على السيرفر على بورت 8443 صح؟ تمام اكسس ليست 101 تمام بيرميت اوكي تي سي بي اوكي هوست تمام 192.168.1.2 الى هوست تمام 172.16.0.2 equal 443 تمام. وبعدين هعمل برضو access list تمام نفس القصة 101 permit TCP host بس 192.168.1.3 الى host نفس القصة 192.16.0.2 equal ايه؟ equal 22. انا دلوقتي هعمل البرميشنز بتاع ايه؟ بي سي 2 على بورت 22 و 23 على نفس الايه؟ الديستنيشن اي بي بتاع سيرفر 1 تمام؟ طيب كلام جميل. وبعدين هعمل نفس القصه. حلو قوي. اوكي. اها اها نفس الاي بي، نفس الهوست، نفس الاي بي بتاع الهوست، نفس الاي كيو، نفس وبعدين ايه؟ وبعدين بورت 23. حلو، عملت البرميشنز تمام؟ خلي بالك، هو قال لك انا عايز بي سي 1 تمام وبي سي 2 يكون بي سي 1 يكونكت على 80.43 بس، وبي سي 2 كونكت على سيرفر 1 على بورت 22 على بورت 22 23 بس، اي حاجه تانية المفترض ايه؟ اي حاجه تانية المفترض من بي سي 1 وبي سي 2 على السيرفر يكون ايه؟ يكون دينايد صح ولا لا؟ لو انا قال لك انا عايز بي سي 1 يكونكت على سيرفر 1 على بورت 80.43 بس، في اي حاجه تانية تكون ايه؟ دينايد تمام. كلام جميل. فانا ممكن اعمل ايه؟ بص يا سيدي، انا ممكن اقول لك هنا هسيب بس مسافه واقول لك بص، وانا مش عايز امنع بي سي 1 وبي سي، انا عايزك تسكيب الحته دي، وعايز امنع بي سي 1 وبي سي 2 ان هم يروحوا للسيرفر 2. حلو، فانا هكتب برضو اكسس ليست نفس القصه اوكي نفس القصه اها، بس خلي بالك انا قلت لك انا عايز امنع الايه، مش بي سي 1 وبي وايه وبي سي 2 بس، لا انا عايز امنع الشبكه دي كلها المتصله على الار 1. فانا بدل ما هكتب هوست هكتب بقى، لا هكتب ان السورس 192.168.1.0 على وايلد كارد ماسك كام بقى؟ على وايلد كارد ماسك 0.0.0.255 على الهوست ديستنت تو الهوست، لان انا عايز امنعهم في ان هم يطلعوا للاي بي المحدد ده مش الشبكه دي تمام، اللي هو كام 172 دوت 16 دوت 1 دوت 2 تمام. وبس خلي بالك انا قلت لك ان انا عايز امنع الشبكه دي تطلع على السيرفر، سيرفر 2 على اي بروتوكول صح؟ فانا هنا خلي بالك هكتب بدل تي سي بي هكتب بيرميت اي بي تمام. اي بي معناها ايه؟ انا اسف انا اسف انا اسف، انا عايز امنع مش عايز اسمح تمام. فانا هكتب المفترض ديناي اوكي. وبعدين اي بي، بص بقى اكسس ليست 101 ديناي
ديناي اي باكت اي بي، اي اي بي يعني اي باكت، اي باكت وذ اني بروتوكول، تمام، اللي رايحه من 1.0 الشبكه اللي هي 1.0 على الوايلد كارد ماسك 0000255، اللي رايحه ديستند 2 172 16 1 2. ليه ما حطيتش اي كيو هنا؟ لان انا مش الاي كيو اللي هي الرقم اللي بعدها البورت الديستنيشن بورت، انا مش هحطه، انا مش هحطه. ليه مش هحطه؟ ليه؟ لان انا عايز امنع الشبكه دي انها تطلع السيرفر ده كله على كل بورتس، فانا مش هكتب هنا بقى ايه بورتس، تمام، لان مع الاي بي ما بكتبش بورتس، معنى الاي بي موجود بيرميت او ديناي، يعني اما اسمح بالكونكشن كله فول كونكشن اون فول بروتوكولز، او امنع الفول كونكشن اون فول بروتوكولز، تمام. فانا كده سمحت ايه منعت الشبكه دي فعلا هي تطلع سيرفر 2. بس هنا في مشكله، افرض بي سي 1 تمام كده عايز يطلع مثلا للانترنت، عظيم، خلي بالك في الاخر سطر ايه الامبليسيت ديناي، صح ولا لا؟ افرض بقى بي سي 1 عايز يطلع الانترنت بفرض ان هو هيطلع بباكت السورس اي بي بتاعها كام، 192.168.1.a.2، ركز معايا، ويطلع الديستنيشن اي بي هفترض ان هو هيطلع على السيرفر بتاع جوجل اللي هو 4 8ات، حلو كده، وهيطلع من سورس بورت، هخليها افترض ان هو مثلا يطلع من سورس بورت 1050 على ديستنيشن بورت، افرض هيروح لجوجل مثلا على بورت ايه 443، حلو قوي، تمام. خلي بالك الاكسس ليست دي مش المفترض تتطبق، تمام. انا عايزك قبل ما تعمل الاكسس ليست اسال نفسك سؤالين، هتعملها على اني راوتر؟ انا هعملها على راوتر 1، وبعد كده اسال نفسك هتطبقها على اني انترفيس. انا هطبقها على انترفيس فاصل ايثرنت 0 سلاش 0 في اتجاه الامباوند، فانا هنا مفترض احط كده سطر كده انترفيس فاصل ايثرنت 0 سلاش 0، تمام، بعدين اي بي اكسس جروب، تمام، الاكسس ليست، اعرف الاكسس ليست رقمها هنا كام، 101، تمام، انباوند، حلو، كلام جميل. فهنا الراوتر ايه، اي باكت جايه ان باوند الانترفيس دي، تمام، هيحطها هيعرضها للليست اللي موجوده. فهنا في باكت فعلا طالعه مثلا، افرض هي طالعه من بي سي 1 رايحه في اتجاه ان باوند اهو فاصل 0 0، فهتتعرض لللاينز بتاعه الاكسس ليست دي ولا لا؟ اه هتتعرض. هنا بقى الراوتر هيعمل ايه، هيفكر الباكت دي مطابقه لاني لاين فيهم، هل مطابقه لللاين الاولاني؟ لا. ليه؟ لان هم مختلفين في الباكت دي رايحه على 4 8ات، لكن اللاين الاولاني الديستنيشن 172 16 02، فلا هي مطابقه لللاين الاولاني وكذلك اللي هي مطابقه لللاين الثاني، ولا اللاين الثالث ولا اللاين الرابع. خلي بالك هو بيطابق ايه، اول لاين ثم اللي تحته، بينزل ايه فروم توب تو بوتوم، تمام، اللي تحته ما يطابقش، ها ما يطابقش، ها ما يطابقش، ها رابع واحد خامس واحد ها ما يطابقش، وبعد كده ينزل اوب امبليسيت ديناي، يبقى كده الباكت دي اهي مش هتطلع الانترنت، مش هتعرف تطلع الايه الانترنت. فانا لازم اعمل ايه، ها انا لازم اعمل ايه، لازم اعمل تمام بيرميت، عشان بص بقى الغي الامبليسيت ديناي في اخر سطر خالص عندي في الاكسس ليست، هكتب حاجه اسمها بيرميت اي بي اني، تمام. فالباكت دي قبل ما تنزل على الامبليسيت ديناي هتنزل على مين الاول قبلها، بيرميت اي بي ان اني، فالباكت هتعدي ولا لا؟ الباكت هتعدي، حلو. فاحنا كده حلينا الايه القصه بتاعت الامبليسيت ديناي في حاله مثلا الجهاز ده لو عايز يطلع على الانترنت، تمام، كلام جميل. سؤال تاني، افرض بي سي 1 عايز يكونكت على سيرفر 1، بس افرض مثلا عايز يكونكت على بورت 21 اللي هو الاف تي بي، تمام، انا قلت لك اسمح لي على بورت 80 و 443 بس، صح ولا لا؟ فانا هنا عايزك تعدل المعلومات بتاع الهيدرز بتاعت الباكت. الديستنيشن بورت هيكون انا اسف، هو هنا الديستنيشن بورت، ديستنيشن بورت، عظيم، اوكي، حلو قوي. الديستنيشن بورت هيكون هنا كام؟ الديستنيشن بورت هيكون 21، والديستنيشن اي بي برضو ايه هغيره، عظيم، هيكون ايه 16.0.a.2، حلو. هنا برضو هتروح انباوند الفاصل 0 0 0 ولا لا؟ اه عظيم جدا. فالراوتر هيعمل ايه بما ان هو ملتحق اكسس ليست بالانترفيس دي لكل الباكتس اللي رايحه انباوند الانترفيس، ودي فعلا باكت انباوند، فهتتعرض للايه للفلتره على الاكسس ليست دي، حلو. هينزل ايه فروم توب تو بوتوم، من فوق لتحت، هيقارن هل دي مطابقه، هل الباكت هيدر الهيدرز اللي عندي في الباكت مطابقه لاول لاين، جرب كده 1.2 فعلا 1.2 0.2 اه 0.2، بس الاي كيو هنا 80 لكن هنا الديستنيشن بورت هنا 21 فلا تطابق اول لاين. هينزل على تاني لاين اه ده هنا 21 لكن هنا 443 فلا تطابق تاني لاين،
وبرضه لا تطابق تالت لاين لاختلاف السورس ايه؟ اختلاف السورس اي بي، تمام، وكذلك اختلاف الايه؟ الديستنيشن بورت. وبرضه لا تطابق رابع لاين لايه؟ لاختلاف السورس اي بي واختلاف الايه؟ الديستنيشن بورت. يعني الباكيت هنا ما بتطابقش اول ثلاثه اربع لاين. طيب هل بتطابق اللاين رقم خمسه؟ ديناي اي بي اللي جايه من 1.0.0.0.255. طب تمام فعلا الباكيت دي جايه من اي بي موجود فعلا في النطاق ده، حلو، اللي رايح ل 1.2، فالباكيت دي لا تطابق اللاين الخامس في الديستنيشن اي بي. الديستنيشن اي بي هنا موضح محدد ب 1.2 وهنا 0.2، فلا تطبق. اوبا هيقوم نازل على فين؟ على برنامج اي بي ان اي، صح؟ فهنا البي سي 1 هيعرف يخش للسيرفر ده على بورت 21 ولا لا؟ هتقول لي اه هيعرف كده يخش يا باشمهندس، بس انت كنت قايل لي انا عايز اسمح له ب 80 و 140 بس، وعايز اسمح لبي سي 2 اللي هو يكونكت على 22 و 23 بس على سيرفر 1. طب الحل عندي ايه؟ اه قبل السطر، تمام، الحته الفاضيه اللي انا قلت لك عليها دي، اعمل برضو نفس القصه اكسس ليست، اها، بس بدل البيرميت اعمل ديناي، تمام، اي بي، اوكي، هنا اهو اي بي ديناي اي بي، تمام، الهوست اللي هو امنع بقى اي باكت على اي بروتوكول، تمام، رايح على اي بروتوكول اللي جايه من 192.168.1.2، تمام، ديستند تو الهوست اللي هو 172.16.0.2، تمام، وبعدين دخل نفس السطر ده برضو مره تانية ديناي اي بي هوست، بس بدل الهوست 192.168.1.2 اعمل له ايه؟ 162.1.3، اللي رايح على مين؟ اللي رايح على نفس الاي بي ده. ضيف التو لاينز دول ليه؟ قال لك تعالى الراجل ده عايز يروح على بورت 21، صح؟ لا يطابق اول لاين، لا يطابق ثاني لاين، لا يطابق ثالث لاين، لا يطابق رابع لاين. طب تعالى على اللاين الايه؟ تعالى على اللاين ده، تمام؟ الباكت دي انا قلت الباكت دي هل السورس اي بي بتاعها بيطابق السورس اي بي الموجود في اللاين؟ اه فعلا بيطابق 1.2. طب هل الديستنيشن اي بي بيطابق الديستنيشن اي بي اللي في اللاين؟ اه بيطابق. هيعمل ايه دلوقتي؟ هيعمل ديناي. هتقول لي طب ديستنيشن بورت؟ اقول لك لا يا حبيبي، ده انا قلت ديناي اي بي، يعني اعمل ديناي لاي باكت رايح على اي ديستنيشن بورت جايه من 1.2 رايح 0.2. هتقول لي يا باشمهندس طب وانا مش اصلا سمحت ب 80 و 143، صح؟ ما انت كده دي هتمنع لي ال 1.2 يطلع على 0.2 على بورت 80 و 143. اقول لك لا لا، ترتيب السطر وجوده فين يفرق. السطر ده لو كان موجود فوق خالص كان اه الباكت دي لو رايح على 80 هوب يعمل ايه؟ يروح ايه؟ يروح عمل ديناي، لكن السطر ده فوق خالص. لكن لو البي سي 1 رايح على بورت 80 هيتحقق عند اول سطر ومش هينزل، مش هيكمل. خدت بالك؟ فهمت؟ السطر وضعية ترتيبه مهمة جدا، تمام. طيب افرض اتنين عايز يروح برضه على 21 اللي هو ايه؟ دوت زيرو، انا اسف هنا، اه دوت زيرو 1.3، تمام، عايز يروح على سيرفر 1، تمام، برضه نفس القصة، أول لاين لأ، تاني لاين لأ، تالت لاين لأ، رابع لاين لأ، خامس لاين لأ، لأن هو جاي من 1.3 مش 1.2. طب يطابق سادس لاين ولا لأ؟ أه يطابق سادس لاين، تمام. فهمت القصة والكونسبت بتاع الإيه؟ الأكسس ليست. هي دي الكونسبت بتاعت الإيه؟ الأكسس ليست. أتمنى يكون الإكسرسايز ده وضح لكم الأكسس ليست بطريقة سهلة ومبسطة. طيب تعالوا بقى نروح لإيه؟ لآخر سلايد، تمام. هنا عشان خلي بالك هنا بيقول لك ايه؟ always go from most specific key access statement. خلي بالكم انا في الطب، خلي بالكم عملت ايه؟ permit من السورس اي بي الفلاني للسورس اي بي للديستنيشن اي بي الفلاني على ايه؟ بورت الفلاني. فانت انا الاول المستحسن ان انت في الطب تحط في التوب لاينز تحط الايه؟ الموست سبيسيفيك، تمام، وبعد كده بتنهي تحت بالايه؟ بالليس سبيسيفيك. لان انا قلت مثلا ايه؟ قلت ديناي اي بي اني اني، دي حاجه ايه؟ لسه سبيسيفيك قوي، تمام. فانت بيقول لك اسمح بشويه اجهزه تطلع على سيرفر فلاني على بورت كذا، اعمل السماح في الاول، تمام، وبعد كده من تحت اعمل ديناي من البي سيز دي لكل البورتس على الايه؟ السيرفر ده تحت خالص، تمام. فانت كده اجبرت البي سيز دي تطلع على السيرفرز دي على البورت المعينه. فدي معنى الايه؟ السطر الثاني، اللي انت ابدا بالمور سبيسيفيك حطه فوق، وبعد كده ايه؟ قلل السبيسيفيسيتي بتاعتك ايه وانت نازل تحت. دي هتبان قوي على فكره، لو انت ما فهمتهاش هنا هتفهمها ان شاء الله في اللابات العملي باذن الله سبحانه وتعالى، هتبان قوي في التمارين. طيب
انواع الاكسس ليست: ستاندرد اكسس ليست، اكستندد اكسس ليست، ريفلكسيف اكسس ليست. الستاندرد اكسس ليست الايتمز بتاعته تمام هو فقط السورس اي بي. واضحه؟ هو السورس اي بي. يعني خلي بالك، انا كنت بحدد سورس اي بي، ديستنيشن اي بي، سورس بورت، ديستنيشن بورت، صح ولا لا؟ او بالاحرى كنت بحدد سورس اي بي، ديستنيشن اي بي، والديستنيشن بورت. انا طبعا مش محتاج احدد السورس بورت دي يعني، بس انا ممكن احددها، بس في اغلب الاحيان ما بحتاجش. بس anyway، الستاندرد ده بستخدمه امتى؟ بستخدمه يعني، بص السطر بالاخر شكله كده، اللي هو مثلا اكس ليست مثلا 1 بيرميت تمام، مثلا هوست اوكي 192.168.1.5 مثلا تمام. انتوا عارفين ده معناه ايه؟ يعني افرض مثلا الراوتر هنا متصل بسويتش، والسويتش ده مثلا متصل بايه؟ بالبي سي ده، اللي هو مثلا ده 1.5، ده 1.5. فانا لما اروح لراوتر 1 واقول له كده بيرميت، بص انا ما حددتش اي ديستنيشن اي بي ولا بتاع، صح؟ اما اقول له بيرميت يعني بقول له اسمح بان البي سي ده يطلع. لكن لو عندك بي سي 2 عايز يطلع، وده واحد مثلا، وده 1.6، هل هيطلع؟ لا مش هيطلع. لو انا طبقت خصوصا الاكسس ليست هنا على فصل 8 0 0 في اتجاه الامباوند تمام، مش هيطلع بي سي 2. ليه؟ لان في سطر هيدن تحت اسمه الامبليسيت ديناي. فبي سي 2 لما يجي يطلع، يطلع سورس فروم 1.6، هل يطابق اول لاين؟ لا ما بيطابقش اول لاين، هينزل على تاني لاين الهيدن اللي انت مش شايفه اللي اسمه الامبليسيت ديناي، فبي سي 2 مش هيطلع. ده الايه؟ الستاندرد اكسس ليست. الستاندرد اكسس ليست يحدد بالسورس، استخداماته قليله. يعني ايه استخداماته قليله؟ هيجي مثلا في حاله ان انا قلت لك بص انا عايزك تمنع جهاز ان هو يطلع على ديستنيشن نتورك تمام؟ اوكي. فخلي بالك، لو انا ما افرض مثلا انا راوتر 1 متصل بايه؟ بار 2 تمام، ار 2 متصل مثلا بايه؟ بشبكه هنا ماشي، فيها سيرفر. افترض العنوان الشبكه 192.168 دوت 2 دوت 0 سلاش 24. افرض انا جيت طلبت منك، قلت لك انا عايز اسمح لبي سي 1 اللي هو يروح على 2 دوت 0 ولكن 2 لا. حلو، فانت هتدخل الامر ده فعلا. بس خلي بالك، فاكر لما جيت قلت لك في الاكسس ليست نصيحه، دخل الاكسس ليست على الراوتر اقرب للسورس اوبجكت تمام، ده في الاكستندد، لان الاكسس ليست كنا بنتمرن عليها دي اكستندد تمام. اما الستاندرد لا، طبق الاكسس الستاندرد على اقرب نقطه للديستنيشن اوبجكت. فين اقرب راوتر للديستنيشن اوبجكت؟ اللي هو ايه؟ الراوتر 2 صح؟ طبق عليها الاكسس ليست دي، وطبقها بقى على مثلا، ممكن تعملها مثلا على السيريال دي مثلا 0 سلاش 0 امباوند، الباكت هتخش فيها ان، او تعملها مثلا على فصل 2 0 سلاش 0 او باوند تمام، لان الباكت هتطلع منها. لو مثلا بي سي 1 عايز يروح للسيرفر ده، هيدخل في 0 سلاش 0، يبعت باكت كده تدخل في 0 سلاش 0 وهي بتخرج من ايه؟ فصل 2 0 سلاش 0 صح تمام. طب كلام جميل. وبالتالي الامبليسيت ديناي هيمنع بي سي 2 ام بي سي 3 ام بي سي 4، يعني هيسمح بس، وده اللي انا كنت طالبه، عايز بي سي 1 فقط هو اللي يخش على الايه؟ الشبكه دي كلها تمام. طيب كلام جميل. ليه انا قلت لك طبق هنا عند اقرب نقطه للديستنيشن اوبجكت في الستاندرد؟ طب تخيل عشان تعرف ليه، تعال حاول تطبقها هنا عند راوتر 1 تمام. هنا بي سي 1 هيعرف يخرج؟ هتقول لي اه هيعرف يخرج. طب بي سي 2 هيعرف يخرج؟ هتقول لي لا تمام، وده المطلوب. بقول لك لا مش المطلوب. افرض مثلا راوتر 1 متصل على ار 3 تمام، وار 3 متصل بشبكه هنا مثلا 192.168 دوت 1 لا دوت 4 دوت 0 سلاش 24. فانا قلت لك اسمح ببي سي 1 ان هو يخش فقط على 2 دوت 0، وامنع اي اجهزه ان هي تروح ل 2 دوت 0، صح ولا لا؟ لكن هل انا قلت لك امنع الاجهزه فيما عدا بي سي 1 اللي هي تطلع لفورت زيرو؟ لا، انا عايز كل الاجهزه اللي في الشبكه دي تطلع لفورت زيرو عادي جدا. لو انا طبقتها عند ار 1 تمام، فانا كده خصوصا لو عملته على فصل ايثرنت 0 سلاش 0 امباوند، فمعنى الاكسس ليست دي ايه؟ اما بي سي 1 يطلع، يطلع عادي جدا، سواء طالع لفورت زيرو سواء طالع ل 2 دوت 0. اما لما بي سي 2 لو هو طالع ل 2 دوت 0 هيعمل لك، تعمله ديناي تبعا لسطر امبليسيت ديناي. اما لو طالع الراوتر 3 برضه او الفورت دوت 0 هيعمل له برضه امبليسيت ديناي، صح ولا لا؟ طب هنا الحل ايه؟ اما انك تطبق الاكسس ليست عند اقرب راوتر الى الديستنيشن اوبجكت، وده اللي انا هرشحه لك تمام، او اما انك ما تعملوش على فصل ايثرنت 0 سلاش 0 الداخليه على الشبكه، لا اعمله على البورت اللي متصل في اتجاه الشبكه اللي انت عايز تروحها اللي هي 2.0.
يعني انت خلي بالك، انت عندك هنا سيريال 00 وعندك هنا سيريال مثلا 01، تمام؟ اعملها مثلا هنا واعملها اوت باوند، تمام؟ فبالتالي اي باكيت جاي من بي سي 2 هيتعمل لها دينايد في اتجاه ايه؟ 2.0، صح ولا لا؟ لكن لو بي سي 2 عايز يروح في اتجاه 4.0 هيطلع عن طريق ايه؟ اوت اوف 0 سلاش 1، وبالتالي مش هيحصل له اي حاجه، مفيش اي اكسس لسه هتطبق عليه هنا، لان ده بيور وفصل تنزل 0 سلاش 0 بيور، لان انا طبقت الاكسس لسه هنا فين؟ على 0 سلاش 0 اوت، تمام؟ طيب كلام جميل، ولكن برضو الاقتراح ده برضو مش مناسب. بقول لك ليه؟ افرض راوتر 2 متصل على شبكه كده مثلا، مثلا 192.168.0.24، انا ما قلتلكش اللي انا بقى عايز ايه، انا ما قلتلكش ان انا عايز امنع بي سي 2 او بي سي 3 او بي سي 4 ان هم يروحوا ل 5.0، صح؟ برميت عادي، ساعتها مش هتقل، حتى لو حملتها على 0.0 انت كده منعت بواسطه الاكسس ليست، بواسطه سطر امبليسيت ديناي، ان بي سي 2 بي سي 3 واي بي سي غير بي سي 1 يطلعوا على 5.0 و2.0، صح؟ الحل ايه؟ ها فكر كده، ها فكر الحل، ان انا من الاخر اطبق الاكسس ليست عند الفصل ايثرنت 0.0 اللي رايحه للشبكه دي، تمام؟ واعمل الاكسس ليست واعمل الدايركشن ايه؟ اوت باوند. حتى ما ينفعش اعملها على زيرو سيريال 0 سلاش 0 اللي عند ار2 اللي هو هنا، ما ينفعش. ليه؟ لان برضو لو دخلت ان باوند هيفلترها، وبواسطه الامبليسيت ديناي هيمنع الباكت اصلا من فور وصولها لايه؟ اللي جايه من بي سي 2 بي سي 3، هيبقى فور وصولها الى ايه؟ الى سيريال 0 سلاش 0، فلا هيعرف يطلع كده ولا كده، صح ولا لا؟ لا، انا هعمله على الناحيه دي، على الدراع ده، تمام؟ يعني اتمنى الجزئيه دي تكون اتفهمت. ده الستاندرد اكسس ليست. الستاندرد اكسس ليست الميزه الوحيده بتاعته رغم ان هو مش افكتيف، مش فعال، تمام؟ ما بيستخدمش بايه؟ كومنلي يوزد، از نوت كومنلي يوزد، ما بيستخدمش، مش بيستخدم كتير. ميزته الوحيده ان هو خفيف على البروسيسور بس كده، لان العناصر التحديديه اللي فيه هو السورس اي بي بس يعني، تمام؟ طيب الاكستندد ده اللي احنا شفناه بقى بتحدد سورس اي بي، تقدر وسورس وسورس تقدر تحدد سورس بورت، يعني تقول الجهاز ده لما يطلع من بورت ده از دينايد او بيرميتد، تمام؟ البورت ده تخيل، ويتحدد فيه الديستنيشن اي بي، يتحدد فيه الايه، الديستنيشن ايه، الديستنيشن بورت. ده الاكستندد اكسس ليست. الريفلكسيف اكسس ليست دي بقى معناها ايه؟ بص يا سيدي، الريفلكسيف اكسس ليست دي، افرض انت مثلا عندك راوتر هنا متصل بالاي اس بي، تمام؟ طيب كلام جميل، انا عندي هنا بي سي، تمام؟ فكلام جميل حلو. لو مثلا انا عندي جهاز كمبيوتر مثلا، حلو كده، اغلب الراوترات او الفاير وولز بتمنع الباكتس اللي هي بادئه من عند المين، من عند الانترنت، اللي هي بادئه من البابليك كلاود اوف انترنت. اغلب الفاير وولز او الراوترز بتمنع اي جهاز من بره ان هو يكونكت انتو البرايفت لان، تمام؟ الا في حاله واحده، وده الريفلكسيف اكسس ليست. ان هي ايه؟ ان انا بقول لراوتر 1، تمام؟ لو في باكت طلعت من سورس اي بي، هفترض بص الشبكه دي 10.0.0.0 سلاش 24، تمام؟ ده دوت 1، ده دوت 2، تمام؟ وافترض البي سي ده مثلا اي بي بتاعه 1.1.1.1 مثلا. لو في باكت طلعت من السورس اي بي 10.0.0.0 سلاش 24 لديستنيشن اي بي 1.1.1.1، بص بقى، يعني انا عشان اخلي، يعني انا بص انا هعمل ايه، ورايحه من سورس بورت اني لديستنيشن بورت اني، تمام؟ هقول للراوتر بعد اذنك لو باكت عندك طلعت ليها السبيسيفيكس دي او الفيتشرز دي، تمام؟ اسمح بالريفلكسيف بتاعتها. ممكن تقول لي ايه الريفلكسيف بتاعت الباكت دي؟ من الاخر كل الديستنيشن اي بي هيبقى سورس اي بي، والسورس اي بي هيكون ديستنيشن اي بي، والسورس بورت هيكون ديستنيشن بورت، والديستنيشن بورت هيكون ايه؟ هيكون سورس بورت، تمام؟ فالريفلكسيف بتاعت الباكت دي هي ايه؟ هي الدي اي بي هيكون ايه بقى؟ هنا 10.0.0.0 سلاش 24، صح؟ والسورس اي بي اللي هو 1.1.1.1، صح ولا لا؟ والسورس بورت هيكون ايه؟ اني، والديستنيشن بورت هيكون ايه؟ هيكون اني. فبقول للراوتر لو طلعت عندك باكت بالمواصفات دي، اعمل الاو، تمام؟ للباكتس بتاعت الانفرس بتاعتها، ها اللي هي دي. فبالتالي لو البي سي ده راح طلع على البي سي ده، والبي سي ده حب يرد عليه، صح؟ مش المفترض البي سي الاوتر اللي بره ما يحب يرد على البي سي الانر اللي جوه، تمام؟ السورس بورت اللي رايح بيها البي سي البرايفت للبي سي البابليك، تمام؟ هتبقى ديستنيشن بورت، والديستنيشن بورت هتكون سورس بورت،
والديستنيشن اي بي هيكون سورس اي بي، والسورس اي بي هيكون ديستنيشن اي بي، مش ده اللي هيحصل؟ فانا هقول للراوتر بقى اسمح بده، اسمح بالسيشن وهي راجعه اللي هي الانفرتد بقى، اسمح بيها جوه، ده الريفلكسيف اكسس ليست، ده بوسط الريفلكسيف اكسس ليست، مش علينا في سي سي ان اي، خلي بالكم ده مش علينا في سي سي ان اي راوتنج اند سويتشنج. في المحاضره دي اتكلمنا عن الاكسس ليست والابلكيشنز بتاعتها، بتستخدم مع الكواليتي اوف سيرفيس، مع النات، مع الكنترول، مع الاكسس كنترول، مع الفلترنج والبوليسي راوتنج. كذلك اتكلمنا عن الكومبوننتس بتاعت الباكت اللي الاكسس ليست بيعتمد عليها في عمل الماتشنج، اللي هو سورس اي بي، ديستنيشن اي بي، سورس بورت، ديستنيشن بورت. وكذلك اتكلمنا عن خريطه التدفق اللي هي بتاعت الايه الاكسس ليست. الباكت لما تروح لبورت الراوتر بيشوف هل في اكسس ليست اسوشيتد للبورت ده ولا لا، ولو في اكسس ليست اسوشيتد بيبدا بقى يطبق يحاول يشوف الباكت دي بتطابق اني لاين جوه الاكسس ليست. وكذلك اتكلمنا عن انواع الاكسس ليست الستاندرد والاكستندد والريفلكسيف. انا اعتبر خلصت، اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.